يعني مزبوط انه انا ما بحبها بنوب، بس انا ما ضربتها ابدا ومستحيل ساوي هيك. صدقني هي الحقيقة. بس مرتك مو هيك قالت. هي كذابة. صدقني يا سيدي عم تفتري علي. صحيح انه الشي اللي عملته كتير زعجني، واذا بدي اضربها اكيد ما رح اضربها لهالدرجة، بس انا لا يمكن اعمله ومد ايدي على مرة نهائيا. مهند تكين اوغلو، اضبارتك سودة كتير، طالع جديد من السجن من 7 شهور. وهذا شو إله علاقة بالموضوع؟ قاتل واحد. مو بقصدي، حادث سير. وقتها كنت شربان كحول، بعدين ما كنت قاعد آدم جوات السجن، متورط بكتير شغلات، ضارب واحد اسمه فرحات بالسكين، ولهيك زادت محكوميتك. بس هذا الموضوع انتهى وخلصت منه، وأنا أخذت جزاتي بالسجن وعقبوني، فليش لحتى ينذكر هلأ مرة تانية؟ في بإدبارتك قضايا كتير، ومرتك اشتكت عليك وما عندك شاهد. لو سمحت، أنا صديقته لمهند وفي عندي شي بدي أقوله. أنت كنتي معه وقتها؟ لا، بس طول الوقت ونحن عم نحكي على التليفون. يا سيدي مهند، اليوم طول النهار هو قاعد معي بالسوق، لأنه أنا في عندي محل هنيك، وطول ما هو قاعد معي ما جاب لي سيرة بنوب إنه بده يشوف سمرة، بعدين أنا ما تركته ولا شوي. هذا الحكي الفاضي كله ما بيهمني. كنتوا معه وقت الحادثة ولا لا؟ يعني لما لقى مرته بالحاوية. بصراحة يا سيدي ما كنا، بس والله أنتوا بهالشي عم تظلموه كتير. مهند ما ممكن يعمل هيك شي، صدقنا. بدكم تعلمونا كيف نشتغل؟ طلعوا لبرا، سكروا الباب وراكم بسرعة. نعتذر مشان الله لا تواخذنا. تفضلوا اطلعوا خلونا نكمل شغلنا. زينب روحوا انتو، علي بيضل هون معي. مستحيل اتركك. بدر بيك فيك تروح انت، ما في داعي تضلك هون معنا. ما رح اتركك لحالك هون. عن جد ما في داعي تعذب حالك. خلاص بقى، ما بروح لوصلك على البيت، وما برتاح إذا تركتك هون. بس أنا ما رح أروح على البيت. هذا شو له شغل هون؟ شو اللي جابك مؤيد بيك؟ جبت المحامي. ليك مؤيد، من غير شي مهند معصب بلا ما يعمل مشكلة هلا. لازم ساعدوه. وينه هلا؟ جوا عم ياخدوا إفادته. تفضل. بتهمينه لأخوك بضرب سامرة. مو مشكلة. شو عم تعمل هون؟ مهند اهدى، تفضل. انا مؤيد تكين اغلو، اخو لمهند كبير. طلع على برا انقلع. خلصنا بقى. هذا المحامي تبعنا، ممكن نعرف شو القصه بالضبط؟ ليك ولا هي الاساليب تبعك ما بتمشي علي ابدا. خده واطلع على برا. شوف احكي بادب. شو نسيان انت وين؟ ما بدي محامي. انا جاي منشان ساعدك. ولك انا ماني بحاجه مساعدتكم، روحوا انقلعوا من هون. شو رايك زدتك بالسجن هلا؟ يا حضره هالحكي ما بينفعك، انت واقع بمصيبة. خلص خليني ساعدك. ولك انا عم بقلك روح من هون، ما بدي مساعدتك. ليك لا تخليني هلأ طالع كل عصبيتي بوشك، فهمت؟ نلع من هون. كنت عارفان رح يصير هيك. اذا ما قدر يسيطر على حاله بهالموقف هاد اكيد الامور رح تنعكس عليه. بس ضروري يكون معه محامي. يا سيدي انا ما بدي محامي، انا بدافع عن حالي. فهمني انت ليش جاي لهون، مشان تجنني؟ ها؟ بترجاك تهدى، نحن جايين لحتى نساعدك يا مهند. قلت لكم من الاول ماني بحاجه مساعدتكم، انقلعوا من هون وبسرعه. ما عم تفهموا علي؟ روح احسن ما اضربك. ما عم تسمع؟ عود بقى مهند. لك انا لحظه اتركني شوي لو سمحت. يا سيدي ما بدي اياهم يساعدوني، خليهم يروحوا. خلاص خلصنا. اذا بكل وقاحه عم تعمل هيك قدامنا، فمعناها انت اللي عامل هيك بمرتك. الله وكيلك، انا ما دخلني. بعدين الله يوفقك يا سيدي، ما دخل هداك الموضوع بهذا الموضوع لانهم مختلفين عن بعض. بترجاك وانت اطلع لبرا، خلي اللي برا يفوتوا بالدور لناخذ افادتهم. تحرك يلا خدهم من وشي. يا سيدي خليني اقول لك شغله لو سمحت. بترجاك برا. طول بالك، كله بسببك. قلت لك انقلع. يا ويلك اذا لسه بشوف وشك هون عم تسمع. مهند لو مهما صار فيني ما بدي مساعدتك ابدا. اقلع روح. اهدي طول بالك. لحظه سمعت شو قلت لك؟
طول بالك، خلاص بمشي لحالي، ما في داعي تعذب حالك وانت عم تطفش. ليكني ماشي معك وما رح اهرب منك. اخوك ما كان بحاجتك يا مؤيد. لا تواخذني على الشيء اللي صار، بس هو معصب. ما مشكلة، انا رح تابع القضية لو سمحت. على فكرة مهند لا يمكن انه يمد ايده على مرة لو مهما صار، وهالموضوع اكيد فيه انه. لو سمحتوا يا جماعة، يلي بده يقدم افادته يضل هون، بس يا ريت توقفوا هنيك. على القليلة بده يقضي هالليلة هون، انتوا فيكم تروحوا هلا، انا بحلة ما تاكل هم. ماشي، خليني وصلك جميلة، امشي. انا رح ابقى هون. متأكدة؟ طيب مثل ما بدك. جميلة فيكي تروحي، من هون للصبح ما رح نقدر نعمل شي، فالأحسن تروحي. ما في داعي تقلقي علي، بس بدي روح بروح لحالي. انتي متأكدة انك رح تبقي هون؟ ايه رح ابقى. طيب شوفك. شكرا كتير، عذبتك معي بدر بيك. ولو، هذا واجبي، انتبهي على حالك. ايه يلا بخاطركم. شو عم تساوي عندك؟ عم كب زبالة. اترك الزبالة وتعي لعندي بسرعة. تعي دوري لي على بنطلون هاي البدلة. موجود عندك. لك خلصيني لأشوف، الولاد عم ينتظروني، بدي امشي. ايه ماشي يلا. العمى عالنهار. لك انت بحياتك ما رح تصيري خلقوا عالم، ما في يوم مرأة ولا بتضيعي لي في ألف غرض بهالبيت. لاقي لي البنطلون امبارح شرحته على التخت. ممكن تقولي لي وين اختفى؟ اكيد انت لاحشتيه بشي مكان ونسياني وين. اتذكري وينه بسرعه، ولا حرقتيه مثل العاده وهلا خايفه انك تقولي؟ ما كويته لاحرقه. طيب ممكن تقولي لي وين اختفى؟ صار لي ساعه وانا عم دور، انشقت الارض وبلعته يعني. دور مكان ما شلحته سامي، انت ليش هيك عم تصرخ علي؟ شلحته على التخت وقلبت الغرفة عليه ما لقيته. لك عندي مشوار على المحكمة ومو عارفان شو بدي البس. ايه لك قليلي شو بدي البس مع هالقميص هاد؟ هلأ بطلع بلاقي لك شي. شو هدول الشناتي؟ هدول لقيتهم بحاوية زبالة، بتوقع انه هالغراض لسمرة. صحي اليوم وانا طالع على البيت شفت فردة كندرتا لسمرة على الدرج، قمت قلت ما في غير مهند يكون زاتت لياها من الشباك اللي تحت، ولقيت الفردة التانية كمان موجودة بالحاوية، وكمان هدول الشناتي لقيتهم كمان ملحوشين هون. هالموضوع فيه إنا يعني بجوز يكون صاير شي. لاما لاما. طيب شو معنى كلامك؟ معناها مزبوط سمرة جاية لهون. وممكن يكون اللي حكيته صحيح.